السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء أطفال الصغار، معكم الآنسة رنا من فريق منهاج التعليمي. هذه الأسئلة هي أسئلة عن الدرس الماضي. إذا تعلمنا في الدرس الماضي تعلمنا طبقة الهواء وطبقة اليابسة وطبقة الماء، تعلمنا مجموعة من الصفات ومجموعة من المعلومات المهمة. الآن هذه الأسئلة حول هذه المعلومات، هيا لنجاوب بشكل صحيح كما تعلمناه. Neler öğrendik? ماذا تعلمنا؟ Aşağıda dünyamızı oluşturan kara, hava ve su katmanlarına ait bazı özellikler verilmiştir. Fil esfel, izen huna, fil esfel, yujed ledeyna maza, yujed ledeyna ba'd sifat el khasa av tabi'a li tabakat el ma ve tabakat el hava ve tabakat el yabisa. أو الأشياء أو الصفات التي تتشكل منها هذه الطبقات. إذا طبقة اليابسة كرا katmanlarına وأيضا طبقة الهواء hava katmanlarına وطبقة الماء su katmanlarına. إذا بعض لدينا بعض الصفات özellikler. إذا bu özellikleri katmanların isimlerinin yazılı olduğu zarflarla eşleştiriniz. قم بكتابة أرقام هذه الصفات، قم بكتابة أرقام هذه الصفات في الظرف المناسب للطبقة. إذا فلدينا ظرف طبقة اليابسة، إذا هذا هو ظرف الطبقة اليابسة. كرة كاتمانة وهذا هو ظرف كرة الماء أو طبقة الماء. سو كاتمانة وهذا هو ظرف طبقة الهواء. هوا كاتمانة ولدينا مجموعة من الصفات المرقمة. إذا نقوم بقراءة كل جملة بحسب رقمها نكتبها في الظرف المناسب. هل فهمتم؟ هيا لنبدأ. الآن نبدأ المعلومة أو الصفة الأولى. Taş, toprak ve kaya gibi maddelerden oluşur. فيها مواد مثل الحجر والتراب والصخور. ما هي الطبقة المناسبة؟ هل طبقة الماء فيها التراب والحجارة والصخور أم طبقة الهواء أم طبقة اليابسة؟ أجل، إنها طبقة اليابسة. الآن إذا تابعة للظرف كرة كاتمانة لطبقة اليابس، ظرف طبقة اليابس. إذا نضع رقم واحد في طبقة اليابسة بهذا الشكل. الآن سوف نقرأ المعلومة أو الصفة الثانية. İçinde bulunan gazlar canlı yaşamanın devamı için gereklidir. الغازات الموجودة داخلها ضرورية لاستمرار حياة الكائنات الحية. ما هي الطبقة التي تتكون من الغاز؟ هيا فكروا جميعا. إذا هي طبقة الهواء. هوا كاتمانة. إذا لنكتب رقم 2 في هذا الظرف، لأن طبقة الهواء هي طبقة يوجد فيها غاز بحاجة إليه الكائنات الحية. رقم 3. Rüzgarın esmesiyle etkilerini hissedebiliriz. يمكننا أن نشعر بآثار هبوب الرياح. إذا ما هي الطبقة التي تشكل أو تبين لنا آثار الرياح أو تشكل الرياح؟ ما هي الطبقة؟ هي طبقة الهواء. هوا كاتمانة. فنضع رقم 3 في الظرف رقم الظرف التابع لطبقة الهواء كما وضعته هنا. نقرأ رابعا. دنيا يزينين بيك بير كسمنا أولوشترور. تشكل الجزء الأكبر من الكرة الأرضية. ما هي الكرة أو ما هي الطبقة التي تشكل القسم الأكبر؟ إذا فكروا جيدا عندما ننظر إلى الصور الملتقطة من الفضاء فإنها لونها أزرق. معظم الكرة الأرضية تظهر بأنها لونها أزرق. لون الأزرق ماذا يظهر لنا؟ يظهر لنا الماء. إذا الشكل القسم الأكبر من الكرة الأرضية هو ما؟ طبقة الماء. فنضع رقم 4 في ظرف طبقة الماء. سو كاتمانة. الآن ننتقل إلى 5. جل نهر دينز و أوكيانوسلاردان أولوشور. تتكون من البحار والأنهار، البحار والمحيطات. إذا من هي الطبقة التي تتكون من البحار والأنهار والمحيطات؟ طبقة الماء. سو كاتمانة. فنضع رقم 5 في ظرف طبقة الماء. نكمل الآن 6.
Üzerinde bulunan toprakta bitkiler yetişir. النباتات تنمو في التراب الموجود فوقها. أين تعيش النباتات؟ تعيش على سطح الكرة الأرضية. سطح الكرة الأرضية ماذا يوجد أو ماذا يمثل؟ يمثل طبقة اليابسة. كركت ماما. إذا نضع رقم 6. إذا المعلومة هي تابعة للرقم أو طبقة اليابسة. 7. Su katmanıyla içidir. تتشابك مع طبقة المياه. من هي الطبقة التي تتشابك مع طبقة المياه؟ من هي الطبقة التي عندما تنتهي الماء تبدأ هي طبقة اليابسة. نضع رقم 7. Kara katmanı. في ظرف الطبقة اليابسة. رقم 8. Dünyanın etrafını saran gaz tabakasıdır. إذن هي طبقة غاز تحيط الكرة الأرضية. ما هي الطبقة التي نطلق عليه طبقة الطبقة التي ما هي اسم الطبقة التي هي تتكون من الغاز المحيط بالكرة الأرضية؟ هي طبقة هوا كاتمانه. لذلك نضع رقم 8 في الظرف هذا. 9. Balıkların doğal yaşam alanıdır. هي مكان طبيعي لعيش الأسماك. أين يعيش الأسماك؟ في طبقة الماء. نضع رقم 9 في ظرف طبقة الماء. Su katmanı. رقم 10. Diğer adı taş küredir. هو اسم آخر لها اسم آخر وهو كرة الحجر. ما هي الطبقة التي نطلق عليها كرة الحجر؟ طبقة الماء؟ كلا. طبقة الهواء؟ كلا. إنما هي كرة كاتمانه. طبقة اليابسة يقال لها كرة الحجر. الآن بعدما انتهينا من هذه المعلومات ننتقل إلى السؤال الثاني. Aşağıdaki resimde gördüğünüz numaralandırılmış yerlerden hangisinin kara, hava veya su katmanı olduğunu noktalı yerlere yazarak belirtiniz. الآن طلابي في الرسم التالي أو الرسم الذي سوف ترونه هناك أرقام مرقمة. إذن هناك أشياء مكان مرقم 1 2 3. في هذا المكان المرقم والمنقط علينا كتابة الطبقات، أسماء الطبقة، هل هي طبقة ماء أم طبقة هواء أم طبقة يابسة. إذا رقم 1 ماذا نشاهد؟ نشاهد الهواء الجو. إذا هذه هنا ما اسم هذه الطبقة؟ اسمها طبقة هوا كاتمان، طبقة الهواء. في هذه الطبقة رقم 2 ماذا نشاهد؟ نشاهد تلال، نشاهد جبال، نشاهد لونها بني فتسمى كارا كاتمان، تسمى طبقة اليابسة. أما هنا نشاهد البحار أو نشاهد الأنهار أو إذا نشاهد طبقة الماء، فإذا ماذا نسميها؟ سو كاتمان، إذا طبقة الماء. الآن رقم سؤال جي. Aşağıdaki fotoğraflarda görülen yerlerin dünyanın hangi katmanında olduklarını altlarında verilen noktalı yerlere yazınız. السؤال هنا نفس أو مشابه للسؤال الذي قبله. علينا أن نكتب في المكان المنقط والمرقم أسماء الطبقات، إن كانت طبقة ماء أو طبقة هواء أو طبقة يابسة. الآن هنا ماذا نشاهد؟ نشاهد الغابات. إذن الغابات هي من ماذا أو الجبال من ماذا؟ من طبقة أو تشكل طبقة كارا كاتمان، طبقة اليابسة. هنا ماذا نشاهد؟ نشاهد السماء. السماء هي من طبقة هوا كاتمان، طبقة الهواء. هنا ماذا نشاهد؟ نشاهد الماء، فإذا هذه هي سو كاتمان، طبقة الماء. إذا بهذا الشكل طلابي يكون قد جاوبنا على الأسئلة بحسب معلوماتنا التابعة للدرس الماضي. تحدثنا عن معلومات عن طبقة الهواء وطبقة اليابسة وطبقة الماء. بهذا الشكل ينتهي من درسنا بشكل كامل طبقات الأرض.